يعني كارلوس كيروش لما مشي من منتخب مصر، انتوا كاتحاد كرة كنتوا راضيين على ما قدموا مع منتخب مصر؟ لا احنا، انا ما قلتلكش احنا راضيين، انا قلت لك ان هو خرج برضه خروج اصل احنا يعني احنا كجماهير او متابعين كنا راضيين بالمناسبه، مش ما كناش متضايقين، احنا كنا شايفين الراجل عمل اللي عليه. انا كنت بسالك السؤال ده عشان كان هيتبعه سؤال اخر، لا طب احنا مش ليه؟ كنا، احنا طبعا عاملين ان احنا كنا ناخد الكاس 100% ومعنا في الكاس ويعني وكنا بنتمنى ان احنا نرجع بكاس افريقيا سواء المره اللي فاتت او المره دي. اللي انا بس عايز، اللي انا عايز اتفضل. اوصله ان احنا برضو جزء من الشعب المصري، وان احنا نفسنا ان احنا نكسب ونفسنا ان احنا ناخد الكاس. بالعكس ده احنا الحمل اللي علينا اكتر من الحمل اللي على اي حد. وبعدين برضو زي ما قلت قبل كده ان ما فيش قرار بيطلع من على الترابيزه الا لما يعني زي ما بيقولوا يقتل بحثا.